وعلى أبي بكر وعلى عمر وعلى علي وعلى عثمان ذي الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا بقايا مسيح الكرم. يا إلهي رحم فرما مصطفى في واسطه، يا رسول الله كرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا ارد شہید کربلا کے واسطے. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كله. يا إلهي هر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پر مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا إلهي بھول جاؤں نزعتی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. یا إلهي جب کھل گئے عیب پوش خلق سرکارِ آقا کا ساتھ، یا إلهي جب سر شمشیر پر چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو. یا إلهي جب رضا کا بے گھرا سے سر اٹھا، یا إلهي جو خوشیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ، یا إلهي جب رضا کا بے گرا سے سر اٹھا، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو. صلی وسلم جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پورے آرزو ہر دے کشو، پار ہے بدکار ہے ڈوبے ہوئے ذلت میں، پار بدکار ہے ڈوبے ہوئے ذلت میں، جو محبوب کی امت میں. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. درود غوثِ افضل معاملات پانچ پانچ مرتبہ بابا سے بلو پر لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد
بعدل الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدل الجود والكرم وآله وبارك وسلم. سبحان الله والحمد لله يا باقي أنت الباقي 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 يا شافي أنت الشافي أنت الشافي يا شافي أنت الشافي يا شافي أنت الشافي يا شافي أنت الشافي يا شافي أنت الشافي يا كافي أنت الكافي 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 يا رسول انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشقالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي ساهل لنا أشقالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي ساهل لنا أشقالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي ساهل لنا أشقالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق
خذ يدي ساهلنا أشكالنا يا حبيب الإله خذ بيدي ما لعدي سواك مستندي يا حبيب الإله خذ بيدي ما لعدي سواك مستندي يا حبيب الإله خذ بيدي ما لعدي سواك مستندي يا حبيب الإله خذ بيدي ما لعدي سواك مستندي يا حبيب الإله خذ بيدي ما لعدي سواك مستندي ساهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار ساهل إلهي كل صعب سيد الأبرار ساهل فساهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار ساهل فساهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار ساهل فساهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار ساهل يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر رفع شرف الخيراور يا شاكير يا شفر يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر رفع شرف الخيراور يا شاكير يا شفر يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر رفع شرف الخيراور يا شبير يا شبر يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر باشر كل الخيراور يا شبير يا شبر يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر باشر كل الخيراور يا شبير يا شبر يا حضره سلطان شيخ سيد شاه عبد القادر جيلاني شيئا لله المدد يا حضره سلطان شيخ سيد شاه عبد القادر جيلاني شيئا لله المدد يا حضره سلطان شيخ سيد شاه عبد القادر جيلاني شيئا لله المدد يا حضره سلطان شيخ سيد شاه عبد القادر جيلاني شيئا لله المدد يا حضره سلطان شيخ سيد شاه عبد القادر جيلاني شيئا لله المدد ما محتاج تو حاجت روا المدد يا غوث اعظم سيدا ما محتاج تو حاجت روا المدد يا غوث اعظم سيدا ما محتاج تو حاجت روا المدد يا غوث اعظم سيدا ما محتاج تو حاجت روا ماما محتاج تو حاجت روا المدد يا غوث اعظم سيدا مشكلات بے عدد دارے ما المدد يا غوث اعظم تیرے ما مشکلات بے عدد دارے ما المدد يا غوث اعظم تیرے ما مشکلات بے عدد المدد يا غوث اعظم تیرے ما مشکلات بے عدد دارے ماں المدد يا غوث اعظم تیرے ما مشکلات بے عدد دارے ماں المدد يا غوث اعظم تیرے ما یا حضرت شیخ محی الدین مشکل کشا بالخیر يا 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 حضرت شیخ محی الدین مشکل کشا بالخیر امداد کن امداد کن از برد ہم آزاد کن دردی دنیا یا غوث اعظم
امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن یا حضرت غوث حدثنا بإذن الله تعالى خذ يدي يا شاهدينا خذ يدي شيئا لله أركن روح أحمدي خذ يدي يا شاهدينا شيئا لله أنت نور أحمدي خذ يدي يا شاهدينا خذ يدي شيئا لله أنت نور أحمدي خذ يدي يا شاهدينا خذ يدي شيئا لله أنت نور أحمدي خذ يدي يا شاهدينا خذ يدي شيئا لله أنت نور أحمدي خذ يدي يا شاهدينا خذ يدي شيئا لله أنت نور أحمدي فعلي حضرت دستغير توفيل 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 حضرت دستغير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد هك القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأسقال فهم مقهور وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكرك شيء الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأرسلنا بثالثهم فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لأن نبتغون رجمنكم وليبث لكم منا عذابا أليم قالوا طائركم قوم أنزقلت بل أنزقهم مخففون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين فاتبعوا من لا يسألكم رجوعهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون فاتخذوا من دونه آلهة إن يردوا الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيء ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ولم يروا كما خلقنا قبلهم من القرون أنهم إليه لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين مهتمون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب فجعلنا فيها من العيون يأكلون من ثمره وما من أكواه فلا يشكرون
سبحان الذي خلق الكاش كلها من أدم كالأرض ومن أنفسه ومما لا يعلمون ويأتوا الله الليل سكم في النهار فإذا هم مظلمون والشمس التي لمستقر لها ذلك الحي العزيز الأليم والقمر قدرناه مناس لها سعادة فالأوجه القديم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل الذي خلق يسبحون وآتوا لهم أنهم لازميتهم في الفلك المشهور وخلقنا لهم من رسمه ما يكبون وإن نشاء نكركم فلا تجيك لهم ولهم من الفزون إلا رحمة منا ومتاع إلهين فإذا قيل لهم اتقوا ما بين أعينكم وما خلفكم قبل أنكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم اتقوا مما خلق رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونفعوا من يشاء الله واتبع يعتبرون في دلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم ينتقمون فلا يستطيعون توسعة ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في السور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ربنا من بعثنا من مرفقنا هذا الرحمن صدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهتدون فاليوم لا تظن نفس الشيء ولا تزعل إلا ما كنتم تعملون إن أصابت شهر اليوم في شغل فاكهون وهم وأزواجهم في ذل الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قول من رب ممتاز اليوم أيهم المجرمون ولم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان فإنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم ضلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم تؤمنون اسمعوها اليوم بما كنتم تنفقون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نومد ولك سوف البلق فلا يأخذون وما علمناه الشرع وما ينبغي لا هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان هنا ويهب القول للكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم من عاملة أيدينا أنعمت فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يقولون ولهم فيها من ينفي ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم يتقون فلا يستطيعون نصرهم وهم لم يكذبوا ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسألون وما يريدون أولم يرى الإنسان أنا خلقناهم من نطفة فإذا هو قسم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي الإنسان وإن حميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم له توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ألا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده والكون كل شيء وإليه ترجعون سبحان الله 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم يا شيخ الله يا عبد القادر صافي البغداد يا شيخ الجيلاني يا شيخ الله يا عبد القادر صافي البغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني يا شيخ الله يا عبد القادر سقان الحبك ساك المصال قلت لخبرتين أبيك عالي سعت وهمشت نحن في كؤوس فهمت بصدرتي بين الموالي فقلت لسائل وقلت بلغم بحالي وادخل
نور هرتم رجالي وهم مشرف هرتم جنودي فساق القوم بالوافي فلم لشرتم فضلتي من بعد سكري ولكنتم علومي واتصالي مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عني انا في حضرتي تقريب وحدي تصرفني وحسبي ذو الجلال على المزيد اشرف كل شيخ وبرمدا ذيك سالني خلعت بطراز عزم وتوجني بتيجان الكهار واطلعني على سر قديم وقلدني واعطاني سؤالي وولاني على المقطاط جمعا فحكمي نافذ في كل حال فلوح البيت سري في بحار نصارى كل مولى في الزوال ولوح البيت سري في جبال ندهتك واختفت بين الرمال ولوح البيت سري فوق نار لخطينا والطفت بالسر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت تقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتاني وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فأقسم على الجيران بريدي من وطن واشرع ومن وافعل ما تشاء فالاسم حالي بريدي لا تخف الله ربي بريدي لا تخف الله ربي بريدي لا تخف الله ربي أعطاني دفعة ملت المناني طبولي في السماء والأرض دوما وشاؤوس السعادة قد بداني بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفاني نظرت إلى بلاد الله جمعا تخرفت على حكم اتصالي درست العلم حتى صرت كتبا ونلت السعد من مولى الموالي فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف حالي رجالي في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللغالي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال نبيا هاشمي مكي حجازي هو جدي به نلت البراني مريدي لا تخف واشد فإني عزوم قاتل أنا الجيلي وحي الدين لقبي وأعلاني على رأس السبالي أنا الحسني والمخدع بقابي وأقدامي على عنق الرجال وعبد الغافل مشهور اسمي وعبد القاتل المشهور اسمي وعبد